بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا حسين جمعة مكنى بأبو عثمان من قرية باب ليمون تركمان. طبعا التركمان وجودهم في سوريا تاريخ قديم جدا، وهذا الأمر معروف لدى العالم أجمع. والتركمان هم قرون من الزمن هم كانوا حماة بلاد الشام وبلاد مصر، على سبيل المثال عهد الزنجيين وعهد المماليك ومن ثم العثمانيون. فلا يختزل تاريخ تركمان بتاريخ قرية أو بتاريخ عائلة. امتداد التركمان في سوريا على مساحة أرض السورية كلها، لذلك أقول لا يختزل تاريخ التركمان في تاريخ قرية أو تاريخ عائلة. قرية باب ليمون تقريبا أنشئ من 3 قرون، من 300 سنة تقريبا إنشائها من قبل التركمان. وهذا لا يعني أن وجود التركمان من 300 سنة، ألما وجود التركمان في سوريا قرابة 1000 سنة تقريبا. طبعا في البداية اجى على قرية باب ليمون 4 عوائل من قرية حلونجي اللي هي قريب من منبج وأنشأ القرية. القرية من حيث الأصل كانت قرية مهجورة، هناك معالم رومانية يعني من أساس في سكن قديم لأنها كانت مهجورة، ومن ثم توسعت القرية فوصلت إلى 16 عائلة. سكان قرية باب ليمون اليوم 16 عائلة. طبعا جميع القرى التركمانية من حيث العادات والتقاليد متقاربين جدا من بعضهم البعض، وهناك بعض التقاليد والأعراف ثابتة عند التركمان، وهذه خصوصية خاصة في التركمان. على سبيل المثال المضافات، في جميع القرى التركمانية هناك مضافات عامة هي بمثابة الخانات قديما، وتقوم بعدة مهام. منها تقوم بمهام الفندق والمطعم للغريب وابن السبيل. قديما كانت ناس تسافر اما مشاة او على الدواء، فأي إنسان في المنطقة التركمانية لما بيحل عليه الليل أو حتى في النهار لما بيكون متعب فبتقصد المضافة من مضافة الضيعة. قلنا مضافات عامة، هذا للغريب والابن السبيل، فيقدم له الطعام والشراب والمنامة. هذا مهام من مهام النظافة. المهام الثانية اللي بتقوم فيها النظافة هي بتاخذ الدور العدلية أو دور القضاء في المناطق التركمانية، سواء كانت المشكلة بين أهل القرية أو بين القرى أو بين التركمان والآخرين. فما هو من عادة التركمان أن يلجأوا إلى الدولة وإلى قضاء الدولة، إنما بيحلوا المشكلة سلمية، وهذا الحل انعقد كان في المضافات. فمن هون عمال نقول أنه هي كانت تقوم بمقام العدلية أو دار القضاء. عليكم السلام. وأيضا
هذه المضافات يعتبر مراكز ثقافية شعبية تعقد فيه السهرات في الليل، يحكى فيها قصص وحكايات، ويحكى فيها غزوات، ويحكى فيها ملاحم التركمان، سواء كان من ملاحم الشعراء الثائرين أو الحروب اللي حصلت في التاريخ الإسلامي. فمن هون هي كمان أيضا تعد بمثابة مراكز ثقافية شعبية. وأيضا هي بنفس الوقت أشبه بالمقهى، لما كل الناس تتقصدها وبتبرق فيها وتستريح فيها، ويقدم له الشاي والقهوة. فهذا من عادات التركمان، وهي من أخص خصوصية التركمان. هذا المضافات العامة ما بنوجد في مناطق أخرى. طبيعة الشعب التركماني أيضا معروف تاريخيا. الشعب التركماني يتميز بالشجاعة والإقدام والجرأة، وبنفس الوقت يتميز الشعب التركماني بالرقة. فالرحمة والشفقة عند الشعب التركماني ظاهر واضح. الغريب بين التركمان لا يضام ولا يظلم. ونحن على سبيل المثال في قريتنا كان أناس غرب، مهم من أهل القرية ومهم ملاكين في القرية، حتى البيت اللي سكنوها وأعطوها من قبل أهل القرية، مع ذلك كانوا بيعيشوا في القرية مثل أبناء القرية. القرية طبعا قديما كانت قائمة على الزراعة وتربية المواشي، وهذه الغرب البيوت الغريبة يعني لا عندها مواشي ولا عندها أراضي تزرع، بس ولكن لا يحرم من شيء. على سبيل المثال الصبحيات بأن بيخبوا لبن. كنا أطفال أولاد صغار نعطى صحن لبن من أجل إيداؤه أو إيصاله لهذا البيت الغريب. وأظن نوجد أطفال جايين قبلنا للبيت، منشوف في البيت أكثر من 10 صحون لبن مجتمع. يعني قلنا رغم أنه لا يملك رأس غنم، بس ولكن يوميا يتوفر لديه كأنه صاحب 40 رأس غنم. في المواسم نفس الشيء، سواء كان موسم العنب، موسم التين، البساتين الخضراء، نفس الشيء. هو ما بزرع له شتلة، ما بزرع له بزراية، بس بنفس الوقت خضاره فاكهته في البيت من المحصول القرية كأنه صاحب بستان. فمن هنا أن التركمان أنه بتميز، يعني مثل ما هو تاريخيا معروف بالجرأة والشجاعة والإقدام، أيضا بالرحمة والشفقة ورقة الطبع والكرم أيضا معروفين. طبعا التركمان من حيث الأصل بيحبوا بساطة الحياة، فما كان فيه أي فرق في طبيعة الحياة بين أغنى رجل في القرية وبين أفقر رجل في القرية.